قواقع بحريه. صباح الخير. صباح النور. تعرف عليك. غزال بكر. غزال بكر، غزال عائلة بكر من العائلات المشهورة بالصيد السمك. صحيح. طيب احكي لي عن الأسماك الموجودة معنا لليوم. في عندنا الاسكمبلة هذه اللي بتيجي بموسم السردينة، طبعا تيجي الاسكمبلة هالقيت ما في السردينة، لأنه السردينة بدها مسافة بعد 9 ميل، يعني 9 ميل وما بعد، مش قبل 9 ميل السردينة، طبعا تطلع هالقيت اليوم هذه الاسكمبلة. في طبعا هذا الجرع بيجي من الصايل، في لقس، هذا لقس الصخرة بيعيش على الصخرة قليلة يعني في 6 ميل، اللقس 111 الأصلي بعد 9 ميل وبال 9 ميل. في دنيس هذا مزارع، في هذا المنفاخ بيعيش برضو على الصخرة، في هذا صاروس بيعيش على الصخرة، هذا الصغير صاروس، صاروس وحدادات، هذا بحر، هذا مزارع. طيب في، احنا بنعرف انه من اللقس في نوعين او في لونين بالاحرى، خلينا نتعرف عليهم شو بيختلفوا. انواع لقس طبعا في هذا اللقس الصخري اللي جنبه الياسين، طبعا في لقس 111، في لقس ضبع، في لقس اسمه الواويه، في لقس اسمه الجرديات، يعني 8 انواع اللقس، بس افضلهم يعني طبعا ال 111. طيب في انواع سمك بتكون كل مكان اكبر كل مكان اطيب، وفي انواع ثانيه لما بكون صغير بكون اطيب، شو بيختلف او شو الانواع اللي ممكن نتعرف عليها بهذا الناحيه؟ طبعا السلطان ابراهيم صغير بس الكيلو ب 100 شيكل، يعني نمبر 1 هو اللقس 111، السلطان ابراهيم صغير حق الكيلو 100 شيكل وفيش منه، هذا بعد 9 ميل. طبعا في بيجي الفريد الكبير بعد 9 ميل، في بيجي الانتياس بعد 9 ميل، في بيجي الفتاله ابو سليمان بعد 9 ميل، الدهاني بعد 9 ميل. هي المنتجات كلها تقريبا مفقوده من السوق، سوق السمك. في نوع سمك بعد من 9 ميل وابعد، من 9 ميل ل 12 ميل، 50 نوع سمك مفقود له اكثر من تقريبا اكثر من 15 سنه. لكن احيانا بيصدف انه بيطلع معكم مثلا بشبكه الصيد بعض او قطع سمكيه هيك مميزه بتكون. مميزه بتطلع، هلقيت زي حبه التونه، التونه العنيده الكبيره هذه بتيجي مع السردينه، بتعوم على الضو مع السردينه ومع الاسكمبله، بتعوم على الضو، هذه طبعا مميزه، الصياد بيعمل عوصي مثل ما يشوف حبه زيها، لانه بتجيب من فوق ال 1000 شيكل 1500 شيكل حبه واحده. عاد لما بشوف الصياد بفرح، لانه التونه العنيده عالميا معروفه. طبعا هذا بتطلع على الصايل، مش منتج وطني، احنا بندور على 9 ميل المنتج الوطني اللي هي السردينه، اللي هي الاسكمبله، اللي هي طاخونه، هذه طبعا في 9 ميل. اما الاشياء الثانيه في 9 ميل اللي زي حبه الفرديه الكبيره، لقس الصخره الكبير، في لقس 111، في ابو سليمان، في كلاب بحر، جميع انواع السمك. يعني انا بقول لك 50 نوع سمك مفقود من السوق بعد 9 ميل. احنا نحكي عن هالايام، يعني شو افضل مواقيت الصيد للصيد الفلسطيني؟ شو الاجواء المناسبه الجويه اللي بتكون مناسبه للصيد؟ احسن اجواء للصيد طبعا من شهر 4 لشهر 9، يعني شهر 4 اول بدايه 4 موسم السردينه، الصياد بقعد يستناها طول السنه، موسم شهر 4 من بعد شم النسيم، ليله شم النسيم بيستنى الصياد طول السنه على الليلة هذه لعشرين يوم، العتمة طبعا بستنى العتمة لعشرين يوم موسم السردينة. الصيادين هلقيت من يمكن من أكثر من 10 سنة 15 سنة ما جت السردينة بالكميات اللي بدنا إياها، كان الصياد يصيد كل يوم تقريبا من 100 بوكسة ل 150 بوكسة، اليوم كل البحر كله 50 مركب بيجيبوش 150 بوكسة، بعد أوقات 50 مركب الهالك باليوم 20 مليون مركب، 50 كشاف بمطروح حقه 15 ألف دولار عشان يجيب له بوكسة اسكمبلة حقها 200 شيكل. ال 200 شيكل لمين هذا ال 200 شيكل؟ للكاز ولا للاكل ولا الشرب؟ تمام. طبعا في اصناف مميزه وجميله تعرفنا عليها لليوم، رح نحاول نستكشف كمان. احنا شايفين في باخر المكان، طبعا للاسف ما فيش حركه بيع وشراء كثير كبيره على موضوع السمك نظرا للوضع الاقتصادي الموجود في قطاع غزه، ولكن السمك موجود والصيادين وتجار السمك بيحاولوا انه يكونوا متواجدين على مدار الساعه، في طلب لكن خفيف، نتمنى طبعا انه يكون في ازدياد في المحصول الزراعي للسمك وانه يكون في منتجات سمكيه مميزه في قطاع غزه. طبعا احنا بنشوف تقريبا نفس المنتجات طبعا لانه مسافه الصيد هي مسافه واحده المسموح فيها، فكل الصيادين بيصيدوا نفس الانواع بتقريبا بنفس الكميات المتقاربه. مشاهدينا الكرام بهيك طبعا بنكون وصلنا لختام هذه الجوله الصباحيه اللي تعرفنا فيها على انواع واسعار السمك الموجودة في قطاع غزة اللي بيشتر فيها غزة بالتأكيد. هذه عودة لزملائنا الموجودين في استديوهات رام الله، أشكركم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.
شكرا لزميلتنا خولة الخالدي. انا غيراني من خولة بصراحة على هالجولة اللي عملتها، كان نفسي اكون معها، وان شاء الله مثل ما حكينا ضحى في يوم قريبا راح نكون مع زملائنا في قطاع غزة. بس بالنسبة لسمك، هي اعطتنا افكار اليوم يمكن للغدا اليوم اللي محتارين يعني انه ايش يعملوا. وطبعا برجع بحكي عن طريقة عمل السمك في غزة، هي طريقة بالفعل مميزة يعني بالتتبيلة اللي بيعملوها. صحيح. وفي كل نوع كيف بتقدم، وحتى يعني طريقة عرض الأطباق عن جد بتشهي يعني. فأنا هلأ صار جعبالي كتير سمك. سر الأكل الغزوي، خلص بعمل لك إياها. عندي السر بس ما عمري جربته. بدك تحكي لي؟ أطبقه عليك. لا طبعا ما بنطلعها هاي. بعزمك ان شاء الله. طيب خلينا نكمل في مشوارنا الصباحي، فاصل قصير ومن بعده بدنا نروح جولة حول العالم، شو رأيك؟ أكيد. صباح الخير من جديد، وبرحب بكل من انضم إلينا في مشوارنا الصباحي. فقراتنا مختلفة متنوعة، رح نستمر حتى الساعة 10 معكم. وجولة حول العالم اليوم نادين جواريش رح تاخذنا جولة في محطات مختلفة، منها جرش ومنها كمان جولة بالعراق، ورح تحكي عن حفل زفاف من العراق. أنا متشوقة أني أحضر وأشوف من خلال تقارير نادين. يسعد صباحك نادين. أحلى صباح نادين. يسعد صباحكم نورة، وقصدي ضحى وفرح. يسعد صباحكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا فيكم في فقرتنا جولة حول العالم، فقرتنا اللي رح ناخدكم فيها رحلة قصيرة ونتناول تقارير منوعة من كافة أنحاء العالم. وبنكون مع تقريرنا الأول من مدينة بصرة العراقية. حفل زفاف يقام على متن زورق صغير، وكانت حفلة زفاف حسين وسارة هي الحفلة الأولى اللي تقام على متن زورق في شط العرب عند ملتقى نهري دجلة والفرات. ووضع العروسان قبعة القبطان في السفينة، بينما صعد المدعوون إلى 4 قوارب أخرى ليطلقوا العنان لأنفسهم في الرقص والغناء. وأطلقت فكرة المشروع لاستذكار حفلات الزواج اللي كانت تقام في الماضي، واستعادة هاي الذكريات الرائعة من خلال الزوارق الحديثة الآمنة. خلينا احنا وياكم مشاهدين نتابع التقرير. دفوف عزف الأبواق، يمسك حسين على الجبار بيد عروسه لمساعدتها في النزول من المنصة إلى قارب سيحتفلان بزفافهما عليه عبر جولة في شط العرب في مدينة البصرة العراقية. حفلة زفاف حسين وسارة هذه هي الأولى التي تقام بهذه الطريقة في شط العرب عند ملتقى نهري دجلة والفرات. شيء حلو مرتب وزفة نهرية، يعني ايش اقول لك، تونس. اولا تونسنا احنا كعرسان، ثانيا الناس اللي وياك فرحانه ومتونسه بالشط احسن من الازدحامات والاشياء المروريه هاي. على متن الزورق الصغير يعتمر العروسان قبعه يضعها عاده القبطان في السفينه، فيما يصعد المدعوون الى 4 قوارب اخرى ليطلقوا العنان لانفسهم في الرقص والغناء. يتألف الموكب الخاص بحفلات الزفاف من زورق صغير للعروسين وأربعة أخرى كبيرة يتسع كل منها 40 شخصا، إضافة إلى زورقين للإنقاذ. استمع المشاركون في حفل الزفاف وهم نساء ورجال، بعضهم بملابس تقليدية، إلى أنغام موسيقى شرقية طوال الرحلة الممتدة على نحو ساعة. ومشاهدينا، حلوة فكرة جديدة للعرسان، يعني عرس يكون على زورق، كتير حلو. ومشاهدينا بنكون معكم من البصرة، وبنروح معكم إلى مخيم جرش في الأردن. لاجئات فلسطينيات يصدرن منتجاتهن المطرزة في الأردن إلى العالم، والمشروع قائم عليه مجموعة من السيدات الفلسطينيات. بدأ المشروع عام 2013 ب10 سيدات، واليوم بتجاوز عددهم 300. هدول السيدات بصنعوا أشياء مختلفة، قمصان، شالات، حقائب يدوية، وكل ما له علاقة بديكور المنزل.
واللي يميز منتجات المشروع هي النقوش الفلسطينية بالإضافة للنقوش الإسلامية والأندلسية. وبدي أنوه أنه كل شهر بتم تصدير 11 كرتونة، وكل كرتونة فيها 270 كيلوغرام من الطلبيات إلى جنيف، ومن هناك بتم إرسالها إلى متاجر في كل من باريس ولندن ودبي وأبوظبي، وتعرض برضو المنتجات في محل في سلطنة عمان وتباع جميعها عبر الإنترنت. خلينا إحنا وياكم نتعرف على المشروع. مشغل صغير وسط مخيم جرش للاجئين الفلسطينيين شمال عمان، تنشغل لاجئات بتطريز كوفيات عليها نقوش وورود وألوان مختلفة وشالات كشمير وأقمشة وحقائب يد. هذه الأزياء ستباع في متاجر راقية في باريس ولندن ولوزان ودبي. قصيدات قويات، لأنه زي ما تحكي بتعلم الاعتماد على نفس الإنسان نفسه، والحمد لله إنه تقدر تدخل دخل أنت بنفسك، والإنسان إذا هو اشتغل ودخل دخل بيقوى. تأسس مخيم جرش كمخيم للطوارئ عام 1968 من أجل إيواء 11500 فلسطيني غادروا قطاع غزة بعد حرب 1967، ويعاني سكان المخيم من ظروف معيشية صعبة وفقر وبطالة. صار لازم انه احنا نثبت وجودنا، والسيدات عندنا بيعانوا، يعني عندهم معاناة شديدة، خصوصا انه الرجال غالبيتهم ما فيش شغل، ما بيشتغلوش، فهسا صارت المرأة يعني صار لها وجود ولازم تدعم نفسها وتدعم بيتها وتدعم أسرتها. وبدأ المشروع عام 2013 بعشر سيدات، واليوم يناهز عددهن 300 في هذا المتجر التابع لشركة سيب جوردن الأردنية التي تدير المشروع في عمان. يمكن أن يصل سعر بعض القطع إلى 430 دولارا. فنهم وقطاعهم اللي بيشتغلوا عليها عم تنباع مش بس بفندق 5 نجوم، ومش بنفس البلد بس اللي بتنتج فيه، عم تنباع بكل مكان في العالم. وتتعلم النساء الفلسطينيات التطريز من أمهاتهن وجداتهن، ولكل منطقة في فلسطين رموزها ونقوشها، ويعرف من ثوب المرأة الفلسطينية وضعها الاجتماعي ومن أي منطقة تتحدر. ومن المطرزات والأعمال اليدوية إلى الحلوى في عمان. السلطنة الخليجية العمانية تقرر الحلوى العمانية هو طبق الضيافة الرئيسي في سفارتها حول العالم، حيث انتقلت الحلوى العمانية دائمة الحضور في حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية إلى الأعياد والمهرجانات، ثم إلى سفاراتها حول العالم. وبتتكون الحلوى العمانية من السكر الأحمر الممزوج بماء الورد والزعفران والغهال وغيرها من المكونات. وتعتبر الحلوى العمانية جزء من الإرث العماني القديم، وكانت تصنع بالطرق التقليدية، وكان يستخدم الحطب للحصول على النار، لكن اليوم نستخدم الغازات والآلات. ويقدر عمر الحلوى العثمانية إلى مئات السنين. خلينا احنا وياكم نتابع التقرير ونشوف الحلوى العمانية. حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية إلى الأعياد والمهرجانات، الحلوى العمانية دائمة الحضور. في مصنع للحلوى في مسقط تعمل الآلات على مدار الساعة لمزج السكر الأحمر بماء الورد والسمن والزعفران والهال وغيرها من المكونات. والقاعدة تقول كلما كثر الزعفران والمكسرات كلما زادت الجودة وزاد معها السعر. طبعا كل حلوى تختلف عن الثاني، الأنواع الحلوى كثيرة، هي النوعين المشهورة اللي هي حلوى السوداء والصفراء، بس حسب رغبة الزبون عندنا حلوى باللبان وحلوى بالعسل، حلوى بالتين، عندنا حلوى بحليب الإبل. يملك الحسني مصانع عدة في مناطق عمانية مختلفة، ينتج كل مصنع منها حوالي 300 كيلوغرام يوميا في الأيام العادية، ونحو طن من الحلوى في مواسم الأعياد والأعراس، وقد تصل هذه الكمية إلى طنين في فترات الذروة وعلى رأسها عيد الفطر والأضحى. والكمية التي تنتجها المصانع لا تستهلك كلها محليا بعد اعتمادها أخيرا من السفارات كطبق ضيافة رئيسي واتخاذ رجال أعمال عمانيين قرارا بالترويج لها وبيعها في دول أخرى. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام رحلتنا الصغيرة وجولتنا حول العالم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستنونا برحلة جديدة، وننتقل إليك ضحى وفرح، ويسعد صباحكم.
يسعد صباحك نادين، شكرا لهالجولة الصباحية الجميلة وأخذتينا في محطات مختلفة. وأنا بالنسبة إلي الحلوى العمانية كانت شكلها مشهية طبعا حسب الخلطة اللي حاطينها، وخاصة الزعفران. تعرفي الزعفران بنباع بلوخية يعني صحيح. هو غالي ونكهته يعني مميزة دائما طبعاً. مميزة في الأطعمة. شكرا نادين كمان مرة على هالجولة حول العالم، وإحنا وياكم مشاهدين رح نتابع في هالجولة الصباحية. بدنا نتحدث عن مشروع جهاز يخفف من الصداع والشقيقة دوحة. طبعا طالبة هي من كانت على رأس هذا المشروع، وطالبة من ثانوية اليمون للبنات. رح نتعرف أكثر على طبيعة هذا المشروع المدرسي بعد هذه الوقفة القصيرة. نجدد الصباح لكل من بتابعنا في فلسطين هذا الصباح. صباح الخير لك كمان مرة ضحى. صباح الخير، اشتقتي لي بالفاصل. خلينا نكمل في هالجولة الصباحية. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل رح نتحدث عن مشروع جهاز بخفف الصداع والشقيقة. هذا الجهاز من تصميم دعاء السمودي، طالبة في الصف 11 من مدرسة بنات اليمون الثانوية. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا. صباح الخير يا دعاء. وكيف أصبحت اليوم؟ الحمد لله. أجيتينا من جنين؟ من جنين. أهلا وسهلا. كيف كانت الطريق؟ والله هي منيحة، متعبة شوي بس كانت الحمد لله. نشطتي يعني؟ وصلنا على الموعد الحمد لله. تمام. نحكي عن المشروع اللي تم في المدرسة، وطبعا يعني واضح من العنوان أنه مشروع مهم، يعني ممكن يخفف علينا كثير من الصداع والشقيقة. هلأ جهازي هو عبارة عن حزام مثل هيك يوضع على منطقة الرأس، وين ما بتكون منطقة الألم في الرأس بوضع الجهاز عليها. هلأ بيكون بعمل مساج بشكل دائري. آلية عمل الجهاز واضحة وسهلة وسريعة. اللي هي بيكون في عندي أردوينو اللي هو تحكم إلكتروني، بيكون في الدائرة الإلكترونية اللي إلي. حطيت سنسور، هذا السنسور بتحسس نبضات القلب. إذا كانت نبضات قلب المريض مرتفعة عن المعدل الطبيعي فالسنسور ببعت إشارة للأردوينو. الأردوينو عندي عقل مدبر وكمبيوتر صغير في دائرة الإلكترونية. الأردوينو بحلل البيانات وبيكتشفها وبيعرف إنه نبضات القلب مرتفعة ولا لا. من ثم ببعتوه للـ L298N، هو دائرة التحكم بسرعة الماتور. هاي الدائرة بتعرف إنه نبضات القلب مرتفعة ولا لا، وبتعرف تشتغل على أي مرحلة من مراحل جهازي. فبتشتغل على المرحلة اللي بيكون حسبها نبضات القلب. من ثم بروحوا لماتورات الاهتزاز. ماتورات الاهتزاز حاطتها على جانبي الجهاز. هاي الماتورات لما يوصل هالأمر بتكون بعمل مساج بشكل دائري على منطقة الألم، بتعمل المساج وبتخفف من الألم. عشان هيك جهازي حطيته يشتغل على 4 مراحل، كل مرحلة من المراحل بتعالج نوبة معينة. المرحلة الأولى إنه السنسور اللي هو حساس نبضات القلب يضيء، يعني بيعطينا إشارة إنه أنا الجهاز سليم وبخير ويمكن ارتداءه. المرحلة الثانية من جهازي بيعالج الصداع العادي، الصداع العادي والصداع الشقيقة العادية اللي مش مستعصية، شقيقة عادية. أما المرحلة الثالثة في جهازي بيعالج الشقيقة المستعصية اللي فيش حتى المسكنات لسه مش قاطع فيها. المرحلة الرابعة بنتقل جهازي من تحكم تحكم تلقائي إلى تحكم ذاتي. كيف يعني تحكم ذاتي؟ يعني أنا حاطة كبسة على جانب الجهاز، لأنه في أشخاص ما بتحب إنه أنا نبضات القلب، حبيت إن أو في أشخاص لما يجيهم الصداع العادي ما بترفع نبضات قلبهم، فحبيت إني أحط كبسة بديلة على جانب الجهاز إنه يحطها المريض على رأسه ويكبس ويتحكم بعدد يعني بالنبضات، وبيتحكم أيضا شدة الاهتزاز. كل كبسة بيكبسها تتحكم في شدة اهتزاز مختلفة عن الآخر، وهي هيك ضوء الجهاز. دعاء أنا حبيت التصميم الأنثوي اللي شايفينه إحنا في الجهاز. النساء أكثر من الرجال 3 أضعاف. فأنا حبيت أصمم هذا الشكل إنه سهل الاستخدام، يعني
يعني صغير مش كبير بنحط في الشنطة. هذا تصميم للصيف هلا هذا شتوي شوي. شتوي يعني. نستخدم انه نحطه في الشنطة على اساس انه امتى ما بتيجي الشقيقة او امتى ما بتحس بصداع تحطيه على راسه. ليش؟ لانه ما في علاج للشقيقة. الشقيقة بشكل عام ما لها علاج. علاجها يقتصر على المسكنات. هلا انا لما فتت على الانترنت وبحثت شفت انه المسكنات لها اعراض كثير جانبية على المريض. حتى انه لما يكون عنده شقيقة تحضر عليه الادوية. كيف؟ بيكون عنده تقرحات معوية. هاي التقرحات ايمت ما بيضل يشرب أدوية، وخصوصا انه الشقيقة بتيجي فترة المراهقة ولسه جسمنا بيكون لسه بيكتمل وبنمو. فعشان هيك حبيت اني احط جهاز او اصمم جهاز بيعمل انه ما في اعراض جانبية ولا اضرار على صحة المريض، وبقدر يتحكم فيه باي وقت وفي اي بس مكان. خلينا نحكي عن الجانب الطبي كمان. يمكن سهل شوي انه نتعلم تقنيات الكترونية، نحاول انه نجمع جهاز، هاي ممكن خبرات تساعدنا، ولكن انت كمان داخلة في جانب طبي، اضطريت انك تعرفي عن معلومات اكثر طبيا، لربما اضطريت انك حتى تلجأ الى بعض الاطباء حتى تكملي من بحثك، فبالتالي كيف تعاملتي مع هذا الشق من المشروع؟ هلا انا لما صار عندي المام بموضوع الشقيقة، لانه مرض الشقيقة او فكرتي كانت طالعة من معاناة، يعني انا بعد المعاناة اللي عشناها حبيت اني اسوي هاي الفكرة. فلما طبعا اشتغلنا عليه من شهر 8 العام، من شهر 8 لحد اليوم ونحن لسه منطور وبنشتغل في الجهاز. فيعني الاردوينو الكل بيعرف انه عقل مدبر وانه بقدر تتحكمي فيه عن طريق المدخلات ومخرجاته. فانا قابلت ما يقارب ال 15 دكتور في جنين، مستشفى الرازي ومستشفى الحكومه ومستشفى الامل. عملت معهم مقابلات، حكيت لهم عن فكره جهازي. طبعا كانوا اهلي يعني يحكوا لي وازني ما بين دراستك والشغل اللي انت بتشتغليه، فكانوا يحكوا لي كثير انه ادرسي ادرسي، بس انا كنت خلص حابه اني ابدع، حابه اني اترك بصمه، او حابه اني اثر صغير لو صغير يعني شوي في حياه كل مريض شقيقه او كل واحد بيعاني من الصداع. فبعد ما عرفت عن مسابقه العلوم والتكنولوجيا حبيت اوسع الافق اللي انا ماشي فيها، حبيت اني خلص افتح الباب يعني على مصراعي امام فكرتي، انه خلص اني افوت بفكره جديه في المعرض. فلما رحت وحكيت عن فكرتي لقيت كثير كثير استحسان من الدكتور محمد كمال. ليش رحت عند الدكتور محمد كمال بالاخص؟ لانه اخصائي دماغ واعصاب. فهذا الدكتور بفهم في الدماغ وفي الاعصاب. فلما حكيت له عن الجهاز انه مساج وكذا، حكى لي انه ما في اضرار جانبيه، ومن هون بلشت جد انه وثقت في جهازي، وكثير يعني كنت واثقه فيه، وزادت ثقتي في جهازي وزادت ثقتي في كل شيء. والحمد لله انه عدينا مراحل، وهلا ضايل بس انه ننافس على مستوى دولي. طيب جميل، ويعني احنا مبسوطين فيكي ومبسوطين بهالانجاز اكيد. اذا حكينا على الفكره بالفعل وتطويرها ومدى رواج مثل هذا الجهاز بالفعل، ايش بنحتاج من خطوات حاليا، وايش مفكره يعني ممكن بالفعل تعميم الفكره دوليا، ومين ممكن يساعدك في هذا المجال؟ هلا احنا هلا رح نطلع على امريكا باول شهر خمسة وبننافس على مستوى دولي هناك، بيكون اكثر من 170 دوله على مستوى العالم، وبننافس هناك، وان شاء الله يعني بعد ما شئت رب العالمين رح ناخذ مركز، وراح يتعمم جهازي في الصيدليات، ينباع عند الدكاتره في المستشفيات، ينباع يعني بيكون خلص يخدم البني ادمين. هلا انا بهاي الفتره قبل ما نطلع قاعده بطور فيه وبحط امكانيات تطوير هائله للجهاز، ففي حاله تبنته مؤسسات او في حال انه خلص قبل ما اطلع امريكا اقدر اعدل فيه واظبطه، راح اعدل كثير لانه في افكار كثير روعه على الجهاز. دعاء بانتشار هذا الجهاز مثل لما عم تتحدثي انت، وانتشاره بالصيدليات عند الاطباء، الناس يقدروا يوصلوا له. احنا هون نحكي عن فريق عمل بحاجه لحتى يشتغل وينتج كميات أكيد. من هذا الجهاز، فاحكي لنا شوي عن هذا الجانب، ومن هون كمان نحكي لكل الشباب الفلسطيني انه قادر انه يكتشف، قادر انه ينجز، قادر انه يكون عنده افكار هالقد خلاقه ومبدعه ومفيده للمجتمع. هلا كيف يعني شغله الصيدليات والمستشفيات؟ انه اذا تبنته للجهاز مؤسسه معينه او شركه معينه، فانها راح تصير تنتج منه اعداد هائله وبسعر مش كثير غالي. يعني انه بصير جهازي باي منطقه، يعني اي حدا بيعاني من الشقيقه بقدر يتناوله من الصيدليه، ياخده ويحطه على راسه ويخفف من الالم. هلا اذا صار تبنته مؤسسه راح نشوف تطور كثير كبير، وراح نشوف انه جهازي بينباع وين ما كان. طبعا بعض التطورات اللي راح تصير عليه وراح اجري عليه راح ينباع في السوق ويخفف منه. انا هدفي من جهازي هدفي انساني،
كيف يعني إنساني إنه يوصل لكم كتير كبير من الناس اللي بتعاني من الشقيقة؟ لأنه في نسبة كتير كبيرة بتعاني من الناس. أول إشي الصداع العادي في أثناء حياتنا اليومية في اليوم الواحد، أكيد نتعرض لكتير ضغوطات نفسية وكتير ضغوطات عادية، فبصير هنا صداع. هلا لما يصير الصداع، حبة الأكامول البنادول ما بتقطع مرات، لأنه بيكون صداع كتير قوي. هذا أنا بحكي عن الصداع العادي. فجهاز بتقدر تحطيه 3 دقائق 4 دقائق على رأسك يعمل المساج، ويكمل. وأنتوا كصحفيين أكيد بدكم هذا الجهاز إنه تحطوا تعمل مساج. نحن عندنا مشكلة تعمل مساج. هلا كل واحد فينا بده 4 أجهزة من هون يمكن عشان جهاز واحد بكفي وبيعمل المساج. هلا المساج أنا اخترته بشكل دائري عشان الرأس منطقة حساسي، وأكيد يعني لازم إنه يكون بشكل دائري عشان يخفف من الألم بعد استشارات طبية طبعا. هلا الشعب الفلسطيني، احنا ابناء الشعب الفلسطيني لنا القدره كثير، عندنا قدره كثير كبيره انه نبدع وانه نخترع كثير اشياء، ويعني ومن هاي هذا الجهاز اللي شايفينه. نحن كمان كان 88 مشروع في رام الله بننافس، وكل مشروع كان اروع من الثاني وما شاء الله. بس شروط المنافسه انه نختار 5 ما بين براءة الاختراع. دعاء، سجلتي هذا المشروع باسمك؟ هذا لسه بحكيت لك، بس نطلع على امريكا هناك المستعجل هي براءة الاختراع، لانه مهمه هاي النقطه دائما في بدايه اي مشروع انه الواحد ياكد على وجود بصمته في هذا المشروع. أكيد صحيح. طيب دعاء، خلينا نحكي عن، انا بحب دائما نربط ما بين الابتكار اللي موجود لدى الطلبه والمنهاج والنشاطات اللامنهجيه اللي احنا كمان بنحكي عنها واهميتها بالفعل بصقل هاي المواهب واظهارها وابرازها، وبالتالي يكون في عنا ابداع في هذا المجال. يعني احنا بنحييكي على هذا الموضوع، وكمان يعني بنتحدث عن هذا الجانب. كم تجدي انه بالفعل المدارس بتأهل لأي طالب فرصة أنه يقدم أي ابتكار، أي مشروع، أي فكرة بحب يقدمها، وبيكون هناك تشجيع إن كان من الكادر التدريسي، من المعلمات، من المديرة؟ ويعني شو بيحتاج أي طالب حتى أنه بالفعل يبرز هذه الفكرة؟ هلا أنا كيف فتت في المسابقة؟ كان اسمها مسابقة معرض أنت للعلوم والتكنولوجيا. كنا نعرف انه بيقدموا اختراعات الطلاب وبيفوزوا، يعني اذا حالفهم الحظ بيفوزوا على مستوى المديريات، المعرض الدولي، المعرض رام الله، وبعدين على المعرض الدولي. هلا هاي سلسله كثير كبيره، يعني بدك وقت ما بين كل مرحله والثانيه، بدك وقت كثير كبير وجهد كثير، بتطلب منك جهد. هلا احنا يعني بدنا نوازن، اكيد يعني انا كطالبه لازم اوازن بين الدراسه، حياتي الدراسيه اكيد يعني، وهاي المجال اللي انا اخترت اني أمثل فلسطين في جهازي. فالحمد لله تمكنت أني أوازن بين بين دراستي وبين الجهاز. صحيح بتطلب منك وقت وبتطلب منك كتير طباعة وشغل، وتطلع من فترة المدرسة. مثلا المعرض المركزي عندنا كان على مستوى المحافظات، كنا نطلع من الصبح أنه نروح وننسق ونرتب، وبعدين يطلع لنا النتائج. يعني كان يأخذ مني كتير وقت، بس كبني آدم يعني كشخص أنه بقدر أنه أوازن، يعني إدارة وقت شوي بقدر إني أوازن بين دراستي وبين مشروعي وجهازي. كل التوفيق. يعني هذا بيفتح آفاق أكيد ومهمة في جانب حياة أي طالب إنه يكون عنده إبداع في أي مجال وإبراز هذا الإبداع. كل التوفيق لك دعاء السمودي، الطالبة في الصف 11 ومخترعة الجهاز الذي يخفف من الصداع والشقيقة. بالتوفيق إن شاء الله. أنا بدي أجربه بس بعد. أكيد ولا يهمك. في الفاصل نجربه بشوف عشان الصداع اللي عندي. أنت رجعتي لي راسي لأنه اليوم. طب خلينا نطلع فاصل بعدين تحكي. أوكي. فاصل قصير وبنتابع.
صباح الخير من جديد لكل من بيتابعنا في فلسطين. هذا الصباح ضحى انا عندي اقتراح. يعني عشان مرات انا بحكي كثير وجع لك راسك فنحكي في موضوع يخفف من وجع الراس، او يمكن هو الموضوع اللي انا بوجع لك راسك فيه اللي هو الاكل. دائما دائما فرح، يعني ما تنغروا انه ما شاء الله ضعيفه، ولكن فرح كثير بتعز الاكل ودائما هي المحرك عنا، ف يعني محرك الفطور والغدا مرات. ضحى انا بشوفك مرات بالعاده بتكوني متنشطه الصبح بتجيبي معك فطورك او غداك معك على الشغل. هاي العاده بتعرفي انها عاده جدا صحيه، هي من العادات اللي فعلا بتساعد الجسم على انه يكمل في نظامه الغذائي الصحي. اكيد، يعني فعلا حتى انه ما نلجا للفاست فود ونطلب خلال الشغل يعني اي نوع من الماكولات اللي ممكن هي طبعا يكون فيها يعني فات بزياده، دهون بزياده، وممكن احنا نلجا لفطور صحي بشكل اكبر نعده في المنزل وبخطوات بسيطه. ميرال دائما عندها خطواتها في هذا الموضوع. خلينا نروح احنا وياكم عند اخصائيه التغذيه ميرال منصور اللي راح تعطينا شويه نصائح بهذا الموضوع. يسعد صباحك ميرال. يسعد صباحك. صباح الخير فرح. اهلا ضحى، صباح الخير. شو محضره اليوم؟ بدنا نعمل اليوم بدنا نحكي عن وجباتنا الغذائيه في اماكن العمل. يلا راح نشوف. يسعد صباحكم مشاهدينا. فقره التغذيه لليوم راح نحكي عن موضوع مهم جدا بخص جميع الموظفين اللي بتوجهوا لاماكن عملهم، وهو عن وجباتنا الغذائية في أماكن العمل. وسبب اختياري لفقرة اليوم أنه عدد من الدراسات أثبتت أنه كثير من العاملين بيحملوا نظامهم الغذائي في أوقات الدوام وبيلجأوا لأكل الشوكولاتة والبسكوت والشيبس وبيعتمدوا على الوجبات السريعة للتخلص من الجوع، هذا الأمر اللي بيؤدي للسمنة. بفقرة اليوم رح نحكي عن أهمية أنه ناخد هالوجبات وتأثيرها علينا بالدرجة الأولى وعلى أدائنا الوظيفي كمان، وهنحكي شو طبيعة الوجبات اللي لازم ناخدهم معنا وإحنا بدوامنا. لكن قبل ما نغطي هالمواضيع وأكثر حب أذكركم أنه استنونا كل يوم تنين، هنكون معكم بفقرة حميتي، هالفقرة المتنوعة والممتعة واللي فيها كتير أفكار مثل أنه نحضر وجبات صحية وبنفس الوقت زاكية، وهنروح على السوبر ماركت ونشوف كيف بكون التسوق الصحي، وهنتعلم كيف نقرأ الملصق الغذائي وأفكار كتيرة كمان. وخلينا هلأ نبلش بأهمية أنه نحضر وجباتنا وناخدهم معنا لأماكن شغلنا، خصوصا أنه أغلبنا بقضي 7 ساعات وأكثر بالشغل. الفائدة الأولى أنه تخصيص وقت للأكل خلال ساعات دوامنا، خصوصا إذا كان هالأكل صحي ومغذي، بيمنع حالات هبوط السكر وبعطينا جرعات طاقة لحتى نكمل دوامنا بنشاط، بالإضافة أنه بقلل من التوتر والإجهاد خلال ساعات العمل الطويلة، وقدرتنا على التركيز بتزيد وبالتالي إنتاجيتنا وعضائنا بالعمل بيزيد، وبساعد على تقليل استهلاكنا للنقاريش السريعة اللي مليانة بالدهون والسعرات الحرارية، وبالتالي بنحمي حالنا من السمنة وخصوصا بمنطقة البطن، وكمان بنحمي حالنا من ارتفاع الدهنيات والكوليسترول. لكن للأسف أحيانا بنشوف بعض الموظفين بضلوا على وجبة واحدة طول النهار وبس يروحوا بياكلوها، والنوع الثاني على عكسهم بيعتمد كتير على الشغلات السريعة واللي كلها دهنيات وكالوريز وشغلات جاهزة، وكتير منهم بيعرفوا انه غلط ولهم مخاطر على الجسم، لكن بصيروا يدافعوا عن حالهم انه بنعرف انه غلط لكن ما في وقت، او انا بصحى متاخر وعلي 100 شغله فما بلحق احضر اكلي. عشان هيك نصيحتي انه هاد كله بيرجع لاهم عنصر بحياتنا واللي هو التخطيط. زي ما الشخص بخطط انه بده يكون بدوامه على الوقت وما يتاخر، او بده يخلص شغله والمهام اللي عليه، مش غلط لو خطط واعطى حاله من الليل او اصحى ابكر بنص ساعه مثلا عشان احضرهم. عشان هيك أنا اليوم قررت أنه على الهواء مباشرة رح أعمل 5 أفكار للانش بوكس عشان الموظفين ياخدوهم معهم على الشغل، وكلهم خيارات مفيدة ومن البيت وما فيها أي تكاليف. مهم كتير لما بدي أحضر اللانش بوكس باخذ اللانش بوكس اللي على كفايتي واللي باخذ فيه أنا احتياجاتي. لازم أكون حريص أن يكون فيه 5 شغلات، لازم يكون في حصص نشويات، وانا اليوم حاطه امثله عليهم، عندنا الخبز، الخبز الاسمر، وحاطه مثال عليهم المعكرونه، وحاطه مثال عليهم الشوفان وكمان الذره. ولازم كمان يكون في عندي حصص بروتينات، انا حاطه مثال عليهم الجبنه البيضاء، لبن الزبادي، زبده الفول السوداني، والفاصوليا الحمراء والحمص.
وكمان لازم يكون في عندي الحليب ومنتجاته اللي هو كمان اللي هو اللي عندي الحليب انا حاطه هون، وحاطه اللبن المخيط، وحاطه كمان اللبن الزبادي، ولازم يكون في عندي كمان حصص من الفواكه وحصص من الخضره. حاطه مثال البروكلي على الخضره، وحاطه مثلا الفليفله، حاطه البازيليا، حاطه الشومر، وحاطه كمان الخس والبندوره مستعملتهم مع التونه، وحاطه كمان مثال على الفواكه اللي هو موز وتفاح وكلمنتينا. خلينا هلا نبلش نحضر. رح اجي اخذ خبز اسمر واحط من زبده الفول السوداني اللي هي غنيه بالبروتينات، البروتينات والدهون المفيده كمان، لانه في عندي دهون ضاره وفي عندي دهون مفيده لجسمي. الدهون المفيده مفيده عندي للدماغ وعمل الدماغ، وكمان في عندي فيتامينات اصلا ما بتذوب الا بالدهون زي فيتامين اي، فيتامين دي، كي و اي. بعمل طست من زبده الفول السوداني، ممكن اغطيها، ممكن اقسمها من النص هيك. وبنحطها في اللانش بوكس هوك. هيك انا بكون حاطه حصه كربوهيدرات وحصه بروتينات. ومش غلط لو حطيت مثلا 3 حبات كيوي كم نوع من فواكه، ومش غلط لو حطيت الشومر كمثال على الخضار، ولو اجيت حطيت شوية مكسرات اللي هي كمان غنية بالدهون المفيدة كسناك، بكون هيك اول لانش بوكس عنا جاهز. ولمكوناته زي ما حكيت كربوهيدرات اللي هي الخبز الأسمر، بروتينات اللي هو عندنا زبدة الفول السوداني، وحطيت شومر للخضرة، وحطيت كيوي للفواكه، وحطيت حصة مكسرات ممكن ناخدهم كمسليات. هلأ هون أنا محضرة شوفان. هلأ مش كتير بحبوا طعم الشوفان، ومش كتير بحبوا يدرجوا في حميتهم، فأنا عملت فكرة أنه كيف ندرج الشوفان. حضرت لبن بالفواكه، ممكن نعمله بالبيت جاهز مش شرط نشتريه من برا، ممكن عن طريق نحط لبن نضيف له فواكه ونضربه على الخلاط، وبعد هيك بنضيف له الشوفان، ممكن نحط شوية عسل. وممكن احط شوية مكسرات، هين حطيت زبيب، ممكن احط كمان فواكه مجففة زي الزبيب زي ما ذكرت، ممكن احط مكسرات فستق حلبي. ممكن نحطهم باللانش بوكس، هي علبة صغيرة موجودة عندنا بالبيت. ممكن احط معه موزة، ممكن احط له بروكلي كحصص خضرة، وممكن كمان احط بيضة مسلوقة اخذهم معي على شغلي، وهيك اللانش بوكس الثاني بكون جاهز. هلا ممكن كمان نعمل ساندويش مثلا زيت وزعتر، هون انا خلطتهم مع بعض. طبعا معروف شو فوائد زيت الزيتون الغني بالدهون غير المشبعة المفيدة لجسمي. باجي بغطيهم. كمان بحطهم باللانش بوكس. ممكن احط كمان اسكادينيا كحصص للفواكه. ممكن احط فليفله كمان اكلها في المكتب. وكمان مش غلط لو عملت سلطه التونه، وانا هون حامله التونه وحاطه معها خس وحاطه معها بندوره، ممكن نحطهم كمان وكلهم ناخذهم معنا على الشغل، وهيك بتكون اللانش البوكس الثالث كمان جاهز.
هون حصص النشويات ممكن نحط على سبيل المثال نحط المعكرونة. هون أنا هدفي إنه أبين إنه إحنا مننوع، مش شرط الأكل الصحي إنه يكون كلياته نوع واحد، فأنا عمالي عم بعطي أكثر من فكرة على أساس نوضح. فهيني هون حاطة المعكرونة مثلا، ممكن أضيف معاها شوية ذرة ناخذهم بالمكتب. وممكن أحط شمام. ممكن أحط لبن مخيط. ممكن أحط شوية مكسرات وبرد أخذهم معي. وآخر خيار عنا ممكن نعمل ناخذ برضو الخبز الأسمر نحط ساندويتش جبنة بيضة، ممكن نضيف له شرحات بندورة وخس وخيار، ممكن نعمله كتوست وناخده معنا. ممكن نحط كمان تفاحة، ممكن نحط كمان شوية بروكلي، ومش غلط لو أخذت معي كمان لبن زبادي وحبة كلمنتينا، وهيك بكون اللانش بوكس الخامس جاهز. وبهيك بنكون حضرنا لانش بوكس لخمس أيام بالأسبوع، كلياتها مواد موجودة ومتوفرة في البيت، وكمان ممكن خيارات تانية نحطها زي أنا هون جايبة معي الفاصوليا الحمراء، جايبة كمان الحمص، جايبة كمان الحليب، هاي كلياتها من الشغلات اللي أنا ممكن أدرجها وأخذها معي باللانش بوكس، هيك أنا ما بضطر إني أعتمد مع زملائي ونعتمد على الفاست فود أو الشغلات اللي كلها مليانة سعرات حرارية وأكيد قيمتها الغذائية كتير منخفضة. شكرا ميرال على هالوصفات اللي اعطيتينا، يعني انا عندي فضول اشوفها عن قرب اكثر، يمكن راح نستفيد منها. شو رايك نروح نشوفها؟ يلا ميرال بدنا نيجي لعندك سريعا هيك ناخذ نظره خاطفه على اللانش بوكسز اللي عملتي لنا اياها لليوم. ايوه كلهم هون مكونات كلها شهيه حبيتهم عن جد. نجرب شهي حتجربي عن جد فرح حصير اراقبك اذا بصير تجيبي ولا لا. لا بدنا نتبع انا وياك على الحصص الغذائيه مثل ما حكيتي. انا حبيت الاشياء بس بدي تخلي لي وحده ممكن اختار. انا اكبر وحده ضحى من هلا حارسه ما بقدر. فعلا يعني هي كانت افكار مميزه وفعلا بتعطينا كل يوم انه فكره جديده نعمل فيها فطور ونجيب معنا، فانت لازم تراقبينا في المكتب بانه احنا ما نشتري من برا ونجيب معنا حصص غذائيه. احنا رح نتابع معك ميرال، شكرا جزيلا على هالوصفات اللي اعطيتينا اياها. وبدنا نكمل في جولتنا الصباحيه، عندنا محطه ونافذه مباشره من اريحه رح نشاهد خلالها مناوره. هاي المناوره هي من قبل الفريق الوطني لحمايه الموروث الثقافي، رح نتعرف على تفاصيله وآليات عمله مع زميلتنا وطن بلاص. يسعد صباحك. صباح الخير ضحى، صباح الخير فرح، صباح الخير لكافة مشاهدين تلفزيون فلسطين. يعني في ظل ما تتعرض له المواقع الأثرية الفلسطينية من اعتداءات الاحتلال المتكررة، نشأ الفريق الوطني الفلسطيني لحماية الموروث الثقافي من أجل الدفاع عن هذه الموروثات الثقافية خاصة في فترة الأزمات والكوارث. هذا الفريق يتكون من عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني، أيضا عدد من الجامعات الفلسطينية وعناصر من شرطة السياحة والأثار ووزارة السياحة والأثار. الفريق الوطني يتواجد اليوم في مدينة أريحة تحديدا في منطقة قصر هشام. في فقرتنا الصباحية هذه رح نتعرف أكثر على آلية عمل الفريق الوطني ومما يتكون الفريق الوطني، أيضا رح نتعرف على رسالة هذا الفريق وأبرز أهدافه. بداية يسعدني أن أستضيف السيد أو العقيد عودة يونس مدير الفريق الوطني لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني. صباح الخير، يسعد صباحك. صباح الخير إليك ولكافة مشاهدي تلفزيون دولة فلسطين. يعني بداية لو تعرفنا على الفريق الوطني لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني. لقد تم إنشاء الفريق الوطني الفلسطيني بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، والذي لا يألو جهدا في بناء مؤسسات دولة فلسطين من رفح حتى جنين.
إضافة إلى ذلك جهود مباركة لسيادة اللواء ركن يوسف نصار مدير عام الدفاع المدني، والذي يصل ليلة بالنهار لتطوير جهاز الدفاع المدني سواء من ناحية المعدات أو التدريب. لقد تم العمل مع الشركاء المحليين، وزارة السياحة والآثار، جامعة القدس، أبو ديس، بالإضافة إلى شرطة السياحة، حتى اكتمل العدد إلى الآن 21 أعضاء الفريق الوطني الفلسطيني لحماية الموروث الثقافي. نعم، يعني سيد عودة، لو نتحدث أيضا عن آلية عمل الفريق الوطني الفلسطيني. حقيقة نحن نعمل ضمن رؤية فخامة السيد الرئيس محمود أبو مازن حفظه الله، وبهذه المناسبة من هذا الموقع نتقدم من الفريق الوطني الفلسطيني، يتقدم من فخامة السيد الرئيس بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف اليوم لحسن الحظ بأسمى آيات المحبة والتقدير، ونعمل ضمن رؤية فخامة السيد الرئيس من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بيكا لنشر ونقل خبرات الشعب الفلسطيني إلى أي مكان في العالم قد يحتاج إلى هذه الخبرات. يعني أيضا لو تحدثنا عن هذه المناورة التي تتم اليوم في قصر هشام في مدينة أريحة. كما تعلمون أن قصر هشام هو موقع أثري فلسطيني قديم، ويتعرض إلى تعرض في السابق إلى كوارث عديدة، ومن الممكن أن يتعرض لا سمح الله في المستقبل، وبالتالي اخترنا أن يكون هذا الموقع موقع للتمرين الوطني لحتى تكتمل العناصر كافة الشركاء بتمرين موحد نستطيع من خلاله تقديم الفريق الوطني الفلسطيني إلى فلسطين وإلى العالم. نعم، يعني هذا الفريق الذي يعمل على حماية المواقع والأثار الفلسطينية في ظل ما تواجهه من هجمة واعتداءات لقوات الاحتلال، أبرز أهدافكم ورسالتكم؟ رسالتنا هي رسالة حماية المواقع الأثرية كافة في فلسطين لما تمثله من هوية وطنية للشعب الفلسطيني، وبالتالي حمايتها بصورة حضارية أحد أهداف هذا الفريق. أيضا طبيعة عملكم خصوصا خلال فترة الكوارث والأزمات لو تحدثنا سيد عودة. كما تعلمون أن عمل الدفاع المدني بالعمل التقليدي للدفاع المدني وهي الإطفاء والإنقاذ، ولكن هذا إنجاز جديد للدفاع المدني يتمثل بآلية محددة في كيفية التعامل مع المواقع الأثرية وآلية حفظ المواقع الأثرية، يعني عملية إسعاف أولي نجري للموقع الأثري لحين إعادة الآثار مرة أخرى إلى موقعها السابق. نعم، أبرز نشاطاتكم التي ستكون خلال هذه الفترة والفترة القادمة ورؤيتكم المستقبلية. بالإضافة إلى التمرين، نحن نجهز الفريق الوطني كاملا للمشاركة في تمرين دولي سيعقد في إيطاليا في المرحلة القادمة، وبالمناسبة يعني فلسطين هي الدولة الوحيدة من دول الجوار اللي عملت التمرين بالوقت الحالي. سيد عودة يونس مدير الفريق الوطني لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا. إذن مشاهدينا، كانت هذه فقرتنا الصباحية التي تحدثنا فيها عن الفريق الوطني لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني الذي يعمل على الدفاع على هذه الموروثات الثقافية، خاصة في ظل ما تواجهه الآثار والمواقع الفلسطينية من هجمات واعتداءات من قبل الاحتلال. هذه كانت فقرتنا الصباحية لهذا اليوم، وعودة للزميلات في الاستوديو، يسعد صباحكم جديد. صباح الخير لك وطن، وصباح الخير على هذه الإطلالة الجميلة من محافظة أريحة والأغوار. وطبعا هاي كانت محطتنا الأخيرة في هذا الصباح في مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح. غدا نفس الموعد، ولكن جولة صباحية جديدة انتظرونا فيها. إلى اللقاء. سعيد.